لحظة افتلهك افتلهك. أناديل البحر، شوفوا الأناديل. مصطفى لف لف هيك لف هيك لف لف هيك. ايه الأناديل بالبحر أكثر من المي. شوي 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 مصطفى، شوي 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 شوي. طلع هيك شوفوا الأناديل بالبحر، موجة أناديل مش طبيعية. خليك هيك لف هيك. سكات هلا يا علي. ايه جلس هيك، البحر كله أناديل. لحظة صفى بس شوي 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 بس للكاميرا تركز. شوف البحر شقفة وحدة أناديل. جلس هيك هيك هيك، ما بعرف إذا عم يبينوا على الكاميرا. أناديل بالبحر يعني بعد كم يوم بيوصلوا على الشط والسباحة بتصير صعبة صعبة. خفف يا مصطفى خفف خفف لنصور الأناديل. ها هذا المعلم مصطفى حب يفرجيكم على السمكات. ها بس مش للقلوب الضعيفة يا علي، الله مش للقلوب الضعيفة. شوفوا ما شاء الله البحر كله أناديل شقفة واحدة.